أحسن الله إليكم. هذا السائل سامي يقول: فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، بعض المجتهدين يلقي كلمة أو نصيحة بعد صلاتنا للجمعة واستماعنا للخطبة من إمام المسجد وتأثرنا، فيطول في كلمته ويتململ الناس، فما رأيكم في هذا؟ هذا لا يجوز، أنه يملل الناس ويطول عليهم ويشق عليهم. إذا كان ولا بد يختصر الكلام بحيث ما يمضي إلا دقائق يسيرة ولا يحبس الناس. نعم.